ارتفع فيه مشاهدين المطالب بتوفير بيئات عمل أكثر راحة للموظفين من قبل الشركات. نجد بعض الأمثلة الحية لشركات بادرت بتنفيذ خطط تزيد من مستوى جودة بيئة العمل لموظفيها. ونأخذ اليوم شركة STC كمثال. فمن باب مسؤوليتها الاجتماعية قدمت شركة STC السعودية عدة برامج وخدمات تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية ومثالية للموظف، وذلك من خلال الاهتمام به وتقديم مميزات مالية مثل هذه المميزات: قروض سكنية، قروض سيارات، وبرامج ادخار وحلول، وبرامج تدريبية مثل برنامج جدارة لتطوير الكفاءات، وبعثات تعليمية للموظفين لتبني هذه الحوافز طبعاً والولاء وزيادة في الإنتاج للموظفين في الشركة. وحول هذا الموضوع نستضيف ضيفنا المهندس أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة STC. يا هلا وسهلا فيك معنا في MBC في أسبوع مهندس أحمد. إذن في البداية يعني إحنا ما بنستغرب وجود شركة STC ضمن أقوى العلامات التجارية بالعالم، وأيضا وجود كل هالبرامج هو دليل يعني على ذلك. فالسؤال: ما هو برنامج جدارة وإيش بيقدم للموظفين الحاليين في الشركة عندكم؟ مساء الخير تغريد، ومساء الخير يوسف، ومساء الخير لكل المشاهدين الأعزاء. احنا طبعا زي ما تفضلت نؤمن في STC ان السبب الرئيسي لنجاحنا وجعلنا من الشركات الرائدة في عالم الاتصالات هذا كله يعود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الى كوادرنا البشرية وكفاءة منسوبينا. طبعا هذا يشكل احد اهم الاولويات على المجموعة على كافة النطاقات. من هالمنطلق احنا نقوم بالاستثمار بشكل كبير في تطوير وتدريب الموظفين كل على حد سواء في كافة المجالات. ومن هنا جاءت فكرة مشروع جدارة. مشروع جدارة صراحة هو مشروع ضخم على مستوى الشركة، بإذن الله سيستهدف كافة موظفي المجموعة في المستقبل القريب، ويهدف المشروع إلى تطوير الموظفين والموظفات عشان نمكنهم من مواكبة التغيير والتقدم التكنولوجي. احنا زي ما عارفين ان التقدم التكنولوجي صار متسارع، وبالتالي نود دائما يعني يكون موظفينا وموظفاتنا على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا التطور. طبعا يعني يندرج تحت البرنامج بناء خطط التطوير والتدريب وتطبيقها بمعايير عالية وبشراكة مع مختلف الجهات سواء كانت محلية او عالمية. عن هذه المبادرة اللي نادر ما نجدها في القطاع الخاص أستاذ أحمد، نسأل عن انعكاس ذلك على الموظف وانتاجية الشركة. صحيح يوسف، يعني تمكين الموظف بلا شك ينعكس بشكل فعال على أدائه وأيضا على انتاجية وكفاءته. طبعا بالتالي نرى ذلك بشكل مباشر يؤثر على انتاجية الشركة أو أي منظمة وارتفاع أدائها من عامل آخر. احنا شفنا صراحة انه ذلك انعكس بشكل مباشر على رضا الموظفين داخليا. لاحظنا مؤخرا ارتفاع رضا المنسوبي الشركة في مقاييس مختلفة اللي احنا دائما نعدها لمتابعة رضاهم وتجاربهم. طبعا هذا ويندل فهو يدل على مدى شغف الموظفين وبالذات الشباب السعودي المنضم يعني حديثا الى سوق العمل. شفنا صراحة مدى اهتمامهم بتطوير انفسهم بشكل كبير. الكثير من الموظفين الآن يضع التدريب والتطوير كأولوية له أكثر من المردود المالي وغيرها من الأسباب، وهذا الحمد لله أعتبره مؤشر صحي بإذن الله رح يدعم تطوير أبنائنا وبناتنا ويسهم بإذن الله في تحقيق رؤية المملكة 2030. مهندس أحمد، يعني في مزايا مالية كما أسلفت وأيضا ذكرنا بالخبر، ولكن ماذا تقدمون للموظفين من مرونة عمل، حلول لأي مشكلة ممكن تواجههم؟ صحيح، يمكن بالإضافة إلى المزايا المالية وتطوير الكفاءات تدريب أطلقنا العديد من المبادرات يعني اللي كان الهدف منها تحسين وتطوير بيئة العمل، والهدف أيضا أن تكون بيئة عملنا في STC مرنة وجاذبة للمواهب بحيث أنها تهتم بالتوازن العملي وأيضا الحياتي للموظف. طبعا راعينا قدر الإمكان تكون بيئة العمل ملائمة لجميع الاحتياجات، يعني عندنا تعرف شرائح موظفين مختلفة جدا بكافة المعايير سواء كان العمر، سواء كان الذكر والأنثى، سواء كان متزوج أو غير متزوج، فبالتالي حاولنا أن تكون دائما بيئة عملنا يعني تراعي هذا الشيء. بعطيكم مثال، كما يعني الكل يعرف طورنا سياسة العمل عن بعد اللي تم تطبيقها في الشركة يمكن من عام 2018 يعني قبل جائحة الكورونا،
كان لها الدور الفعال في ضمان استمرارية سير العمل خلال الجائحة. يمكن ذكرنا خلال يمكن المحور السابق كيفية تأثير جائحة كورونا، وهذا يمكن أحد الأمثلة لكيف أحد الشركات الرائدة في السعودية اللي أصبحت مثال يحتذى به على مستوى العالم. هذه التجربة الناجحة ساعدتنا في تطوير السياسة وأصبحت طريقة عمل دائمة. يعني حاليا يستطيع أكثر من 87% من منسوبي شركة السيسي العمل عن بعد بشكل جزئي. هذه المرونة أتاحت لهم اتخاذ قرارات استثنائية تتوائم مع الظروف المختلفة ومتغيرة أيضا للمحافظة على جودة الحياة في بيئة العمل. يعني ما شاء الله عليكم من جد، يعني أعطيتوا الموظف بيئة مثالية للعمل مهندس أحمد، وإحنا نتمنى إن شاء الله أن كثير من الشركات تقتدي فيكم. بالتوفيق يا رب. بإذن الله. شكرا جزيلا المهندس أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة STC.